مساء الخير ومرحبا بكم جميعا في هذه الندوة من ندوات مركز الحوار أونلاين المتواصل الآن لحوالي 3 سنوات، لأنه خيمة كل يوم جمعة في الساعة 3 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، تقريبا 10 مساء في المنطقة العربية، وتختلف طبعا من مكان إلى آخر، لكن هذه الندوات يعني نحقق فيها هذا التفاعل المرجو بين العديد من الفاعليات العربية في عدة أمكنة في أمريكا وفي كندا وفي أوروبا وفي المنطقة العربية، وأيضا على مواضيع مختلفة. يعني اليوم موضوعنا قليل نتعامل كنا في السابق معه، لكن هو موضوع عمليا يعني يشمل نواحي الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، هو موضوع يرتبط بكيفية تحقيق التنمية الشاملة العادلة في المجتمعات وفي الأوطان. وطبعا اختيار الدكتور نصر عارف للحديث عن هذا الموضوع اختيار من هو اختصاصه في إطار سياسي واقتصادي منذ حقبة الثمانينات. يعني هو كان دكتور نصر عارف من خريجي جامعة القاهرة، وحصل طبعا فيها على البكالوريوس وعلى الدكتوراه في الاقتصاد والعلوم السياسية، ودرس أيضا هناك ودرس في عدة أمكنة في المنطقة العربية وأيضا في واشنطن. وخلال كل هذه السنوات الماضية يعني منذ حقبة الثمانينات وهو يكتب بغزارة العديد من الكتب والعديد من المقالات التي قسم كبير منها هو يتعلق في موضوع التنمية. وحتى في الحقيقة عنوان الندوة يعني هو أحد مقالات كتب عنها الدكتور نصر منذ سنوات قليلة. فأنا يسعدني أن يكون معنا الدكتور نصر عارف الذي عرفناه منذ بدء تجربة مركز الحوار عام 94، حينما كان أيضا يدرس في العاصمة الأمريكية واشنطن، واستمر هذا التواصل معه ويستمر الآن رغم مرور حوالي 27 سنة الآن على هذا الأمر. أهلا فيك يا دكتور نصر، والكلمة لك الحديث عن الموضوع، تفضل. شكرا أخي الكبير الفاضل، مثل القدوة في نضاله وفي مثابرته وحرصه على كل ما يفيد الثقافة العربية، وأنا أشعر حقيقة اعتزاز والانتماء لهذا المركز العصامي الذي يحمل فكرة وفي زمن العربي تضاءلت وتراجعت فيه المؤسسات الفكرية والعمل الذي يستهدف الأمة بلا مصالح شخصية أو سياسية. فنعتز جدا بالتواصل معك وبالانتماء لهذا المركز وبالمساهمة والمشاركة فيه في أي وقت أكون قادر عليه. بارك الله. الشكر صبح، ربنا يبارك فيك ويحفظك. الموضوع الذي اختاره صبح لي هو هكذا تنهض الأمم وتتحقق التنمية الشاملة العادلة. الحقيقة موضوع التنمية موضوع شائك، ولذلك أنا لن يعني والجميع المشاركين في هذه الندوة من الأساتذة والمتخصصين والمثقفين الكبار وذوي خبرة تفوقني في كثير من المجالات، سأكون مركز على مجموعة من القضايا الكبرى في موضوع التنمية. بداية نبدأ أن تاريخ البشرية عرف نموذجين أو طريقتين، أو هناك قصتان لتحقيق التنمية والنهوض، أو نموذجين للتنمية فقط. النموذج الأول هو النموذج الإمبراطوري، والنموذج الثاني هو نموذج النمو الذاتي. وبالمناسبة الحقل الدلالي لكلمة التنمية في اللغة العربية تقال عندما يحدث النمو ذاتيا بدون أي تدخل خارجي. فابن منظور يقول لا يقال للشيء، لا يقال لمن أعطي عطية أو ورث ميراثا أنه نما ماله، وإنما يقال ازداد ماله، وإنما يقال نما ماله لمن ينمو ماله ذاتيا بالتوالد من ذاته. ويضرب مثال بالماشية وبالنبات وبالزروع. فنموذج النمو الذاتي هو نموذج الذي ينمو داخليا وهو الأقل تاريخيا. النموذج الإمبراطوري لا يعني أنه يحدث في إطار إمبراطوريات كبرى، وإنما يحدث بطريقة الإمبراطوريات. الدكتور عبد العزيز الدوري المؤرخ العراقي الشهير اللي قضى معظم حياته في الأردن رحمة الله عليه، قدم نظرية رائعة جدا لفكرة الإمبراطورية، ودرس أو أراد أن يخرج التاريخ الإسلامي بكل الدول التي تشكلت فيه بكل أنواعها بكل خلفياتها المذهبية سنية شيعية فاطمية عباسية جميعها بلا استثناء ما عدا العثمانية طبعا.
أخرجها من النموذج الإمبراطوري. لماذا أخرجها؟ لأنها لم تكن تقوم على مركزية النظام الضرائبي ومركزية نظام جمع الأموال والعوائد من الأقاليم، وإنما كانت الضرائب تجمع في مناطقها وفي ولاياتها أو عمالاتها أو المناطق أو الدويلات أو المكونات، وتنفق فيها ولا يذهب إلى العاصمة إلا الفائض أو ما تحتاج عندما تكون هناك أزمة، على عكس النموذج الإمبراطوري بكل أصناف الروماني بعد ذلك العثماني أخذوا، ثم الدول الأوروبية التي تشكلت في إطار إمبراطوري استعماري في عصور ما بعد الكشوف الجغرافية. النموذج الإمبراطوري يقوم على فكرة تحقيق التنمية أو تحقيق النهضة أو بناء الدول على حساب الآخرين، وهنا الذي حدث أو هذا هو النموذج الذي حدث في القرون الأخيرة، وبناء عليه تشكلت الدول الأوروبية الحديثة وظهر مفهوم الحداثة مستبطنا للنموذج الإمبراطوري، وقدم مفهوم التنمية بناء على أو قدم من المدرسة الأمريكية في العلوم السياسية على إيد تلاميذ ويليام هنري ميريام اللي أنشأ لجنة سماها لجنة السياسة المقارنة في الثلاثينات في جامعة شيكاغو ونورث وسترن، ثم أطلقت في الخمسينات مفهوم التنمية وأصبحت هي التي تشكل مفهوم التنمية في العالم. هذا المفهوم أيضا قدم بهذه الطريقة، استبطن داخله فكرة النموذج الإمبراطوري وهو فكرة تحقيق التنمية على حساب الآخرين، بمعنى أن تكون التنمية عمليه التنمية والنهوض في أي دولة من الدول قائمة على حساب دول أخرى من خلال النموذج الاستعماري الذي قدم وسيلتان لتحقيق التنمية بعمق، وهما مواد خام تأتي من المستعمرات أو من الأقاليم التابعة أو من خلال استنزاف الموارد أو أي طريقة لاستغلال، ثم فتح أسواق لتصريف المنتجات ولتحقيق التطوير الداخلي التكنولوجي من خلال أسواق حتى على سبيل التجريب قد تكون. في هذه في هذا الإطار فكرة التنمية على حساب الآخرين أو على حساب مكونات أخرى هي التي شكلت الفكر التنموي الموجود حاليا، إلى أن أصبح مفهوم التنمية الذي قدم في الخمسينيات هو محاولة تقليد الدول الغربية التي حققت التنمية فعلا ونقل هذا النموذج إلى دول العالم الثالث، وبذلك أصبح مفهوم التنمية الذي يقدم في الأدبيات وفي الأكاديمية الغربية مستبطنا لهذا النموذج وبعيد كثيرا عن النموذج النمو الذاتي. لذلك أول شيء ظهر في دول أمريكا اللاتينية ظهرت مدرسة التبعية في أواخر السبعينات والثمانينيات وانتشرت، وهذه المدرسة خرجت من الفكر الماركسي والاشتراكي وكانت تقوم على فكرة الاستقلال مقابل التبعية، وظهر في ذلك الوقت مفهوم التنمية المستقلة، المستقلة بمعنى المستقلة عن النموذج الغربي، المستقلة عن العامل الخارجي، المستقلة عن التقليد الخارجي، المستقلة عن الاقتراض وعن المعونات وعن الاستيراد. ثم بدأت تظهر داخلها تفريعات متنوعة، فكرة إحلال الواردات وفكرة التصنيع الموجه لإحلال الواردات وكذا. خلاصة هذا الأمر وهذه الصورة التي قدمت لنا أن وضعت العالم الثالث ومنه العالم العربي في سياق غاية في التعقيد والخطورة، وهو أن العالم الثالث ومن ضمن العالم العربي فقد فرصة التنمية مرتان، فقدها مرة بأنه كان هو موضوعا للاستغلال والاستنزاف الاستعماري وتحققت تنمية أوروبا وامتداداتها في أمريكا الشمالية على حسابه، ومن ذلك فقد فرصة التنمية من خلال استنزاف موارده لقرون، وفقد فرصة التنمية مرة ثانية حين لم يجد هناك من ينمو على حسابه، فهو لم يقم باستعمار مناطق أخرى، وليس حتى هناك فرصة له لأن يجد أسواق مفتوحة لتجريب منتجاته ولتسويق منتجاته بصورة تساعده على التطور الذاتي الداخلي. فهذه النماذج أو هذه الفكرة التي أدت إلى أنه مفهوم التنمية أصبح
يصل إلى حد الاستحالة بالنسبة لدول العالم الثالث هي التي شكلت الفكر التنموي الموجود حالياً. لذلك كان مفهوم التنمية مفهوم مبتسر الولادة، ولد مفهوم التنمية ثم أصبح يقال التنمية المستقلة، ثم ظهر بعد ذلك مفهوم التنمية الشاملة، ثم ظهر التنمية العادلة، ثم ظهر التنمية المستدامة. وفي كل مرة يتم توليد أو إضافة لفظ آخر للتنمية حتى يتم معالجة القصور الذي كان في المفهوم ذاته. بعد تجلية هذا المفهوم تعال ننظر لما حدث في عالمنا العربي في هذه التصور. لو احنا خدنا التنمية على أنها هي الحقل الدلالي أو المفهوم الذي يطلق على عملية النهوض الحضاري، عملية قيام المجتمعات وازدهارها، عملية الرقي المجتمعي، عملية الازدهار الاقتصادي، بل نسميها جميعا التنمية، سنجد أن العالم العربي للأسف الشديد منذ محمد علي باشا في 1805 إلى قد تكون إلى تاريخ اليوم وإلى ما يحدث حتى في مصر الآن، نماذج التنمية كانت تأتي في إطار ردود الأفعال أو الانفعال بضغوط الواقع. ففكرة أكبر نموذجين لعمليات التنمية حصلت في العالم العربي نماذج كبرى، وأقصد هنا نموذج أنه أصبح يقلد من قبل الآخرين وأصبح قدم صيغة متكاملة، هو نموذج محمد علي باشا والنموذج جمال عبد الناصر، وكلاهما كان نابعاً من ضغوط واقعية معظمها ضغوط خارجية قادت إلى أن يحدث تغييراً استجابة لهذه الضغوط وانفعالاً بالواقع. محمد علي باشا بدأ بعد الحملة الفرنسية على مصر والشام وما حدث فيها من صدمة ثقافية وصفها الجبرتي، والجبرتي وصفها بطريقة فيها يعني سخرية شديدة جداً، يتكلم عن المصريين عندما رأوا القنابل النابليون فيقول عندما رأوا القنبرة، مش القنابل، القنبر بالراء، ولم يكونوا قد عرفوه أو ألفوه صاحوا يا خفي الألطاف نجينا مما نخاف. فواجهوا التكنولوجيا السلاح الحديثة بالدعاء والصلاة، شتان الدعاء والصلاة مهم لكن استحالة ينتصر في معركة فيها هذا. فبنى محمد علي نموذجه كاملا على التحدي الخارجي، وبنى دولة بصورة كاملة من البنية التحتية للصناعة العسكرية لبناء المؤسسات المدنية للجامعات للبعثات لكذا، ولكن هذا النموذج ضرب بقوة خارجية. وكان حكى لي مرة الدكتور علي جمعة في مصر أنه أحد شيوخ الأزهر الذي كانت يتناقلها الأزائرة يعني شيخ عن شيخ، أنه اللي كان إمام مسجد محمد علي باشا عندما ضرب في موقعة نافارين وضرب الأسطول محمد علي وهزم 1839 وتكسر وانتهى نموذجه خلاص يعني يرجع للخلف، يقول وضع يديه خلف ظهره وأصبح يطوف في المسجد ويقول مين بيضرب مين، ما أنا يعني كنت متحالف مع فرنسا ومع بريطانيا بيضربوني ليه يعني. فالقصد أنه ضرب ببعد خارجي. نموذج عبد الناصر حقق فكرة التنمية بمعناها العادل ومعناها الشامل الذي غطى كل مساحة مصر، لم تبقى في مصر قرية ليس فيها بنية تحتية من مدارس ومستشفيات ومؤسسات ثقافية ومؤسسات تعليمية وخدمات عامة وطرق ورعاية اجتماعية كاملة. فحقق هذا النموذج، ولكن جاء العامل الخارجي وضرب النموذج، وضربوا مرتين، ضربوا بهزيمة 67 وضربوا بمؤامرة السادات، والسادات كان هو المتآمر الأساسي على هذا النموذج الذي أدخل مصر في كارثة على المستوى الاقتصادي بالانفتاح غير المدروس وبالتخلص من الصناعة، ومبارك كمل عليه إلى أنه وصلنا إلى مرحلة أنه دمرت كل المصانع التي بنيت في فترة عبد الناصر إلى آخرها، الآن مصنع حذو الصلب يعاد تشكيله أو يعاد بيعه يعني. فبدأت أيضا بعامل خارجي وصاحبه عامل داخلي، وصفوا ووتربري لما كتب كتابه ناصر إيجبت أندر ناصر أند سادات بنكتة أنه
السادات لما تولى الحكم بعد عبد الناصر ركب سيارة عبد الناصر، وكان نفس السائق الذي يقود بعبد الناصر رحمة الله عليه. فعندما وصل إلى انترسكشن عند تقاطع، السائق سأل السادات نروح في أي اتجاه يا رئيس؟ قال له عبد الناصر لما كان يوصل التقاطع ده كان يعمل إيه؟ قال له كان يخش شمال. قال له اعمل إشارة شمال وادخل يمين. فأعطى تضليل للشعب أنه مستمر على نفس الطراز، لكن هو بعد 4 سنوات بدأ في تفكيك. وهذه أشياء كنا نشاهدها، يعني أنا في المنطقة التي أعيش فيها تم تفكيك أكبر مصنع لتجفيف البصل في مصر، كان يغطي المنطقة كلها، الفلاحين يزرعوا البصل ويجفف ويباع في أوروبا في الستينات. المصنع تم تفكيكه وبيعة الأرض مساكن، وتم كتفكيك مصانع الغزل والنسيج وبيعة مساكن وهكذا. فحدث تفكيك لهذه التجربة من البعد الخارجي. طبعا كلا التجربتين طبعا ممكن نقيس تجارب جزئية لم تكن شاملة ولا عادلة، مثل تجربة العراق مثلا وما حدث فيها، وما حدث في سوريا الآن لم تكن شاملة وعادلة، كانت تجربة أيضا فيها إنجاز على مستوى التعليم والاكتفاء الذاتي والرعاية الاجتماعية، وأيضا ضربت بمؤامرات متنوعة ومتعددة. لكن حتى نلخص كل هذا، تجارب التنمية في العالم العربي بكل ما قدمت لماذا فشلت بهذه الطريقة؟ لأنها انطلقت بدون رؤية فلسفية عميقة، كانت عبارة عن ردود أفعال أو انفعال وخطة وقتية، قد تكون كما كانت في مصر شاملة وعادلة، ولكنها لم تكن مبنية على رؤية فلسفية كاملة. فلسفة الثورة لعبد الناصر كان فيها رؤية عامة، لكن لم تكن فيها الرؤية الفلسفية لنموذج نهوض حضاري أو تنمية بالمعنى الذي يحافظ عليها ويؤدي إلى الاستمرارية والاستدامة. إنها كانت الحركة تسبق الفكرة في العادة، كانت السياسات تسبق الأفكار، والتطبيق يسبق التنظير، والاستجابة للتحديات يسبق التخطيط للمستقبل. فكانت كل هذه مدعاة لأنه هذه التجارب أنها تنتهي بمجرد نهاية القائد الذي قادها، أو نهاية النظام الذي شكلها، أو نهاية الحزب الذي كان يقف وراءه. طيب لو قلنا ندخل في بعد نظري أكثر، إيه السبب الحقيقي؟ لو قلنا أنه هذه كلام بلاغي، لكن لو قلنا السبب الحقيقي نجد 3 أسباب، اللي هي افتقاد الرؤية الفلسفية أو الرؤية النظرية للتنمية، عدم تشكل طبقة اجتماعية ثقافية سياسية بالمعنى الاستابليشمنت، اللي احنا استابليشمنت ليس معنى سلبي ومعنى يحافظ على النظام، والقرآن وصفهم بالملأ، الفكرة المحافظين أو القوة الخفية التي تحافظ على استمرار النظام. لو وجد في هذه النماذج استابليشمنت، لو وجدت نخبة أو طبقة لكانت تستمر. العامل الثالث الحاسم الذي أفشل هذه التجارب هو العامل الخارجي. فالعامل عدم وجود رؤية فلسفية عميقة حول خلف الموضوع أحد الأسباب، وعدم تشكل طبقة تحمي النموذج التنموي السبب الثاني، لكن العامل الحاسم الأقوى هو العامل الخارجي اللي هو يتدخل ويفشل. طيب حتى نخرج من هذا ننظر فيه الآن، نأتي لجوهر فكرة هذه المحاولة، كيف يتحقق التنمية الشاملة العادلة؟ وأنا أحب أضيف لها المستدامة، تصبح ثلاثة يعني شاملة وعادلة مستدامة. هناك مجموعة أسس إذا أردنا أن نخطط للمستقبل. إحنا الآن درسنا الواقع، نظرنا في الواقع بصورة موجزة، والتاريخ تاريخ والحاضر إلى الآن. طب ماذا عن كيف تتحقق الرؤية المستقبلية لنهضة أو تنهض الأمم وتحقق التنمية الشاملة العادلة المستدامة؟ هو جوهر موضوع وفكرة هذا اللقاء وهذا الحوار. أول شيء، أول قضية نحتاج النظر فيها هي قضية مركزية المجتمع قبل الدولة. في أحد الأساتذة العلوم السياسية الأمريكان اسمه جول مكدال، كتب كتاب سنة 86 سماه Strong State and Weak Society, State-Society Relations.
قدم في هذا الكتاب رؤية قد تكون رؤية فلسفية تاريخية تنطبق على الحضارة العربية الإسلامية بالأساس. يرى أن أنماط العلاقة بين الدولة والمجتمع أربعة أنماط: هناك دولة قوية ومجتمع ضعيف، وهناك دولة قوية ومجتمع قوي، وهناك دولة ضعيفة ومجتمع قوي، ودولة ضعيفة ومجتمع ضعيف. الدولة القوية والمجتمع ضعيف هي معظم الدول العربية حاليا. الدولة القوية والمجتمع قوي هي تكاد تكون أمريكا والدول الأوروبية الموجودة. الدولة الضعيفة والمجتمع القوي هي يعني النموذج الذي يوجد في الحضارة الإسلامية، أنها دولة ضعيفة ومجتمع قوي. والدولة الضعيفة والمجتمع الضعيف هي في حال الدول الفاشلة الآن الموجودة في الصومال، في ليبيا، في اليمن، في غيرها. كيف يكون المجتمع، مركزية المجتمع؟ أن يكون نحتاج نموذج دولة قوية، مجتمع قوي أقوى من الدولة، يعني لا نقول دولة ضعيفة وإنما نقول مجتمع قوي أو مركزية المجتمع قبل الدولة. التطور الحضارة العربية الإسلامية قام على فكرة أن المجتمع يسبق الدولة، وما قام به فكرة الإسلام حتى وبدايته وتاريخ دعوته كانت تقوم على فكرة تأسيس مجتمع وليس تأسيس دولة. والنجاح الحقيقي لأي نموذج تنموي مستدام وعادل وشامل لابد أن يقوم على أولوية المجتمع ومركزية المجتمع، بحيث يكون مؤسسات المجتمع، ومؤسسات المجتمع محددة في أشياء معينة، في أهمها هو الوقف. في أستاذ فلسطيني مسيحي فلسطيني رحمة الله عليه، الدكتور جورج مقدسي، كان يعيش في ميشيغان وكتب مجموعة كتب، هو بالمناسبة متخصص في أحمد بن حنبل في الحنبلية، وكان رسالة الدكتوراه الخاصة به عن ابن حنبل وفقه ابن حنبل، وكتب كتابين عن نشأة العلوم الإنسانية في الإسلام والحضارة الغربية، وعن نشأة الكليات والجامعات في الإسلام والحضارة الغربية. العنوانين The Rise of Colleges in Islam and Western Civilization and The Rise of Humanities in Islam and Western Civilization. الكتابين دول مهمين جدا. Rise of Colleges ترجم للغة العربية. في كلا الكتابين كان يرى أن جوهر بقاء المجتمعات وتأسيسها واستمرارها هو وجود فكرة الوقف، مؤسسة الوقف. الوقف مش بمعنى اللي احنا موجود حاليا الوعظ والكلام الفارغ هذا، لا. الوقف بالمعنى المؤسسات الاقتصادية التي تحافظ على استمرارية الوظائف الأساسية للمجتمع. وكان في الشام هناك وقف القطط، وقف الكلاب، وقف الحكوات، وقف القاص، وفي أوقاف كان في طرابلس في لبنان في وقف على برج للحماية. فكانت الأوقاف في كل شيء، وكان معظم الجامعات والمؤسسات التعليمية والكليات تنشأ على أوقاف، وبالمناسبة كان معظم هذه الأوقاف تنشئها النساء، خصوصا في الدولة العباسية وفي الدولة العثمانية. في العالم العربي الأزهر جامعة القرويين أنشتها فاطمة الفهرية في فاس، وسميت فاس لأنها استخدمت فأسا مصنوعا من الذهب لضرب أول ضربة في الأرض لإنشاء جامعة القرويين. هي أول جامعة أسبق من الأزهر، هي والقيروان في الزيتونة، في أو القيروان آسف في تونس. ففكرة الوقف هنا كانت فكرة أساسية التي حفظت على وظائف المجتمع، وكان الوقف يغطي جميع الوظائف إلى الحد أنه مثلا قسم باشا اللي هو أخو السلطان حسين كامل اللي كان في مصر في فترة الحرب العالمية الأولى أنشأ وقف للورود مثلا لزيارة المرضى، ووقف للموسيقى، كان في أوقاف في كل شيء. فكانت دي واحدة. الثاني هو فكرة النقابات، وأن تكون النقابات هي الحامي للوظائف والجودة والاستمرارية أداء الوظائف على أفضل جودة ممكنة. فكانت النقابة أهم من مؤسسة الدولة. ثم فكرة العمل التطوعي والخيري، وكل المجتمع هو الذي يحمي وظائفه وليس مجتمعا مفلسا متكئا على الدولة. وإذا أردنا نحن الآن ندرس ما حدث في الأزمة التي تعانيها لبنان حاليا، هي فكرة أن المجتمع أصبح ضعيفا، ومن ثم أصبح هو موضوعا لفشل ونجاح الدولة ولصراعة الدولة. ففكرة المجتمع هنا هي فكرة أساسية، أنه بناء تنمية شاملة وعادلة لابد أن تقوم على تفعيل مؤسسات المجتمع مستقلة عن الدولة، ليست متصادمة مع الدولة وليست معارضة لها. هنا ليست فكرة المعارضة، فكرة الوظائف المتعددة، الوظيفة التعليمية، الطب،
الخدمات الاجتماعية، كان في مثلا أوقاف لبيت الغضابة مثلا للمرأة اللي تغضب من زوجها وما لاش أهل في المدينة، في فندق صغير يستضيفها إلى أن تحل المشكلة أو يأتي أهلها من حيث ما يكون من مناطق البعيدة لأن تسافر معهم أو هكذا. فهنا فكرة أول محور في تحقيق التنمية الشاملة العادلة هو فكرة مركزية المجتمع قبل الدولة، وبالأساس أن تكون يعني هو الفكرة الحالية نلخصها فكرة المجتمع المدني بس بصورة أكثر عمقا من المجتمع المدني الذي يقدم غربيا بالمعنى السطحي ساعات، اللي هو فكرة الموضوع الحقوق والحريات وليس موضوع البناء الحضاري المؤسسي التعليمي الموجود في كل المجتمع. القضية الثانية أو المحور الثاني لتحقيق التنمية الشاملة العادلة هو محور التعليم أولا، أو الإنسان قبل البنيان. وهنا عندنا نموذج مهم جدا، نموذج كوريا الجنوبية. في 1963 لما تولى الجنرال بارك عمل في أول انطلاقة كانت التعليم، اللي حصل في سنغافورة كان التعليم، بس الجنرال بارك عمل حاجة خطيرة جدا. أول ما بدأ بإصلاح مناهج التعليم وشكل لجنة سماها لجنة المصفاة الثقافية، أنها قال إحنا عندنا مصادر ثلاثة للثقافة: الثقافة الكورية التقليدية، ثم الثقافة جتنا من اليابان، ثم الثقافة جتنا من الأمريكان، وكلاهما كانت ثقافات تأتي بالاحتلال. فإحنا علينا أن ننظر في كل الموروث الثقافي لدينا من خلال ثلاثة معايير: من خلال هل هذه الموروث الثقافي يقدم قيم وظيفية تساعد على التنمية والنهوض والفعالية وتفعيل الإنسان وتحريك المجتمع، ولا يقدم قيم سلبية معيقة، ولا يقدم قيم مختلطة. فأصبح القيم عنده ثلاثة: إيجابية وسلبية ومختلطة. قال السلبية لا نسمح بدخولها في نظام التعليم، فعلى المناهج التعليمية أن تبتعد تماما عن القيم السلبية، كل القيم السلبية: قيم التعصب، التكبر، المركزية الأسرة، المركزية الأنانية والعنصرية والكذا، الفردية إلى آخره. ثم القيم الإيجابية: التعاون والعمل الجماعي والنشاط وإلى نقدم. طيب في قيم مختلطة مثل مثلا قيمة احترام الكبير، قد تكون هي وسيلة للتماسك الاجتماعي وقد تكون وسيلة لإعاقة التقدم وإعاقة المنافسة. قال نركز على الجانب الإيجابي ونترك الجانب السلبي. ومن خلال التعليم قامت كوريا الجنوبية. محمد علي حاول طبعا ما نفعش، التعليم في مصر تم إجهاضه بعد ذلك، بدأ مع الملك فاروق وكان في نشاط، وفي عبد الناصر انتشر، وأنا تعلمت في سياقات عبد الناصر لأول نشاط التعليم في الأماكن النائية والبعيدة. فكرة التعليم المبني على منظومة قيم تسهم في تحقيق التنمية والنهوض، فده المحور الثاني. المحور الثالث هو البدء بالتنمية المحلية، لأن احنا للأسف التنمية عندنا في مجتمعاتنا تركز على المناطق الحضرية أو القريبة من العاصمة أو القريبة من مراكز صنع القرار أو من القوى النافذة، ولكنها لا تركز على توزيع فكرة التنمية ومؤسساتها ونشاطها في مختلف بقاع الدولة أو الإقليم، بغض النظر عن انتماءاته وعن حزبياته وعن مذهبياته وعن أقاليمه، بحيث يكون توزيع نشاطات التنمية تكون عادلة على المستوى الجغرافي وعادلة على المستوى الطبقي، ما لا تكون التنمية لطبقة الأغنياء والرأسمالية والمستوردين ورجال الأعمال، وإنما تكون التنمية حصلتها لجميع المجتمع والثمار تذهب لجميع المجتمع. أو الذين يقارنون مثلا ما بين حصل في ما سمي ثورة 2011 بعزل مبارك وثورة 52 لا مقارنة. بعد 45 يوم بالضبط من ثورة 52 كان قانون الإصلاح الزراعي الذي مكن الفلاحين من ملكية أراضيهم، تلك التي حدثت في 2011 لم تفعل شيء إلى تاريخ اليوم، لم يحدث شيء. فهنا فكرة أنك تحدث تنمية تصل للمجتمع بمعنى أنك تقدم مصالح فعلية لمختلف الطبقات، ثم توزع نشاط التنمية على مختلف الأقاليم بصورة تحقق المزايا الاقتصادية لكل إقليم، بحيث يحدث نوع من الزراعة أو المواد الأولية والصناعة والتجارة المتراكبة المبنية بعضها على بعض
بحيث تؤدي إلى تفعيل وتشغيل القوى العاملة وخلق فرص عمل وخلق مناطق جذب. ولو حدث هذا ما رأينا أحزمة الفقر التي تحيط بالمدن العربية، العشوائيات في مصر، مدن الصفيح في المغرب وباقي الدول العربية فيها هذا الكم من العشوائيات الهائلة المدمرة الذي أدى إلى ترييف المدن وإحداث نوع من التخلف الشديد في هذه المدن. أهل الريف لهم الريف وأهل المدن لهم المدن، لكن سبب تركز التنمية في العواصم والمدن أدى لإفلاس الريف وفشل على المستويين، أفشل المدينة وأفشل الريف. فنحن نحتاج بإعادة هندسة اجتماعية اقتصادية ترسم خرائط التنمية على المستوى الإقليمي الجغرافي، وهذا للأسف لم يتحقق في أي دولة عربية إلى اليوم. لم يحدث أن تم توزيع التنمية بالمعنى العادل على مختلف الأقاليم والمناطق ومختلف الطبقات إلى تاريخ اليوم. ما زالت المدن الكبرى والمراكز التي يوجد فيها النافذون من صناع القرار والسياسيون هي التي تستقطب هذا. طيب، النقطة الرابعة هي الاستقلالية عن البعد الخارجي، سواء البعد الخارجي ممثلا في المنظمات الاقتصادية الدولية، صندوق النقد، البنك الدولي، منظمة التجارة العالمية إلى آخره، والاستقلال عن التبعية للنماذج التنموية الأخرى، بحيث يكون فكرة الحاجات تكون متولدة من الداخل، أنماط التصنيع من الداخل، طريقة أو توزيع النشاط الاقتصادي بين زراعي ومواد خام وتجاري وتصنيع وكذا يكون مبني على الداخل وليس معتمدا على الخارج تمويليا أو معتمدا على الخارج تكنولوجيا أو معتمدا على الخارج من خلال التقليد. ثلاث أبعاد، لأنه للأسف نماذج التنمية الموجودة حاليا ستخلق على المدى البعيد حالات من عدم التوازن الاجتماعي والفشل في تحقيق العدالة. إن احنا نعتمد الآن على نموذج تنمية قائم على نموذج كثيف رأس المال، بمعنى أن السيطرة فيه لرأس المال والآلة، مما يؤدي إلى تهميش القوة العاملة وتهميش دور الفرد وتحقيق ظلم اجتماعي وخلق طبقات من الفقراء. وهذا الذي أحدث نوع من ما سمي انبعاج طبقي في هذه الدول، إنه الطبقة الوسطى انتهت نزلت تحت والطبقة العليا تقلصت وأصبحت مجموعة من السماسرة، وهذا حدث في معظم الدول العربية. النقطة الخامسة والأخيرة هي التعاون الإقليمي طبقا للمزايا النسبية، بحيث يحدث يكون هناك تعاون ما بين دول الإقليم أو المنطقة التي يوجد فيها الدولة والإقليم بالمعنى الضيق والواسع طبقا للمزايا النسبية. بعض الدول عندها مزايا نسبية في زراعة أشياء معينة أو صناعة أشياء معينة أو مواد خام معينة، تعطى هذه النسبية الميزة وتصبح هي مركزا لهذا، ويتم تبادل الأدوار والاعتماد الداخلي بما يعظم المزايا النسبية لكل دولة من هذه الدول. الفترة التي نحن فيها، وهذه هي خلاصة الكلام، أنا أخذت وقت طويل، نحن الآن نعيش في فترة فيها عصر الأزمات، لكن هي حقيقة هي عصر أزمات وإمكانيات. ما مر به العالم من جائحة كورونا وهذا التطور التكنولوجي اللي حصل، اللي احنا الآن نجتمع على زوم مثلا، أدى خلق نوع من اللي ذكرت طرحت من أوائل الألفية، يعني فكرة الجلوكل، بدل جلوبال أصبح جلوكل، اللي هو فكرة المحلية المتعولمة، إنه فكرة إنه التنمية المحلية في إطار عالمي. وأنا هضرب فقط مثل بأنه ممكن تحقيق التنمية الشاملة العادلة المستدامة من خلال وسائل العصر الحالي وما فرضته الأزمات الأخيرة على المجتمعات من التكيف في العمل عن بعد وباستخدام التكنولوجيا. لو تخيلت مثلا، تخطر في ذهني كثيرا هذه، لو تخيلت مثلا نموذج مثل نموذج قطاع غزة، هذا نموذج محاصر حصار شديد جدا، فك حصار لا نملكه الآن، لكن هذا النموذج ممكن أن يصبح باستخدام التكنولوجيا وما تتيحه في العصر الحالي والعمل عن بعد، أن يصبح مركز لأحد شيئين. إما يكون السيليكون فالي في كاليفورنيا يكون وادي سيليكون لإنتاج البرمجيات، وده لا يحتاج تفاعل مع العالم وممكن ينعزل ويغلق مليون سنة ولهم عاوزين شيء، أو يكون للأوت سورسينج، تكون المؤسسات الكبرى اللي عاوزة أوت سورسينج في الخدمات الاتصال ولا الخدمات ما بعد البيع وما بعد الشراء وكذا إلى آخره، يصبح هو هذا المكان. فلدينا فكرة التوظيف التحديات أو الأدوات التي أو الإمكانات التي أتاحتها التحديات العالمية الأخيرة، ممكن نوظفها
على مناطق نائية، على مناطق معزولة، أن نخلق فيها نماذج للتنمية تحقق العدالة، وفي على المستوى العام تحقق المزايا النسبية، ومن ثم تحقق الشمول وتكون فيه أمكانية الاستدامة. أظن أن أخذت وقت طويل، وأنا في غاية الأسف أنه أظن الساعة الآن يعني أكثر من تقريبا 30 دقيقة 37. شكرا جزيلا لك يا دكتور نصر، وكما هي العادة على الأقل بالنسبة لي لأكثر من 30 سنة استمتع جدا بسماع الدكتور نصر، دائما حديثه حديث مفيد، حديث عميق، وهو الذي سمعناه اليوم. وكما أشرت في البداية يعني فعلا موضوع ندوة اليوم هو شامل لقضايا سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، وجدنا ذلك في العرض الذي سمعناه من الدكتور نصر. وأنا أدعو الجميع الذين معنا اليوم في هذه الندوة أو من سيسمعون لاحقا هذه الشريط أو الفيديو، يبدو عنا تشويش، خلينا نشيل. أوكي. عم تسمعني دكتور نصر؟ نعم فيك، نعم. انه يعود وسماع هذا الشريط اكثر من مره، مش عارف مين اللي عم بيدخل بدون ما يكون معنا عم يدخل هذا الاسم. اوكي ارجو ان يكون ازلته من عنا، يا أنه يرجعوا يسمعوا هذا الشريط، لأنه فعلاً في معلومات جداً مهمة طرحها دكتور نصر، في تقييم لتجارب، في اقتراحات للحاضر وللمستقبل، وباتت كان أيضاً جداً مهم التمييز بين ما هو يحدث كتنمي بسبب استعماري امبراطوري كما كان حال النموذج الغربي، وما بين اللي أشاره الدكتور نصر عن التنمية التي تحدث باستقلالية طبعاً عن أو عدم الهيمنة على دول أخرى. وكان حديثه واضح في أهمية وجود رؤية مسبقة يتم من خلال مشاريع التنمية، وأهمية أيضا النقطة الأخيرة التي أشار لأهمية التعاون الإقليمي، التي أنا يعني في رأيي ممكن أن أقول بالنسبة للوضع العربي التكامل العربي بكل مجالات والاقتصادية والثقافية والسياسية إذا أمكن ذلك مستقبلا، ليكون لمشاريع التنمية كائنا من كان سيقودها ليكون فيها إمكانية أن تحرز فعالية أكبر بحكم ما هو يحدث في المنطقة العربية من تكامل للثروات ومن تكامل ما هو عليه هذه المنطقة من قدرات وطاقات. لكن أيضاً الإشارة المهمة التي أشار لها الدكتور نصر ومهم نتوقف عندها، عن أهمية أن يكون المجتمع أولاً، تطوير المجتمع أولاً، ودور النقابات ودور المؤسسات التي هي في إطار ما يسمى الآن المجتمع المدني. أعتقد كلها نقاط مهمة بحاجة إلى سماع مرة تانية ما قاله الدكتور نصر للاستفادة منه أكثر. كان يفترض يكون معنا الدكتور عبد الله الدردري، وهو يعني غني عن التعريف لكم جميعا ربما المشاركين، وكان معنا في أكثر من ندوة، هو الآن في كابول في أفغانستان يمثل الأمم المتحدة هناك، وكان سابقا في البنك الدولي مجالات عديدة، لكن تعذر عليه أن يكون معنا لإعطاء أيضا رأيه بما سمعنا من الدكتور نصر. لكن يسرني وتمنيت ذلك على الأستاذ وليد كيلاني أمس، وهو مقيم في تكساس، وهو خبير اقتصادي ومحلل مالي كان يستعان فيه في البنك الدولي في فترة السبعينات في واشنطن، وهو أيضا جرت الاستعانة فيه كخبير مالي واقتصادي من قبل الصندوق العربي في الكويت أيضا في حقبة السبعينات والثمانينات، وله العديد يعني أيضا مساهمات في مشاريع ينطبق عليها صفة التنمية. دكتور أستاذ وليد أهلا فيك، ونسمع تعليق منك قبل ما أخذ تعليقات من أخوة وأخوات آخرين. بدك تفتح الميكروفون عندك إذا ممكن، الميكروفون مقفل. شكرا أخي صبحي، وشكرا دكتور نصر. في الواقع أنت غطيت أرضية واسعة حول التنمية وفلسفتها ومتطلباتها إلى آخره. أنا أريد يعني أكمل من ناحيتي كشخص يعني عاشر وكان خبير في المشاريع، وكنا نسافر غالبية السنة وإحنا في بلدان مختلفة نطبق بها المشاريع. لما كنت في البنك الدولي كنت في منطقة الشرق الأوسط، وكنا غطيت مشاريع كتير من ضمنها في سوريا، في الأردن، في الصومال، في السودان، يعني إلى آخره. ثم لما ذهبت أيضا إلى الصندوق العربي كنت خبير أول في الصندوق العربي ولمدة 5 سنوات،
وغطينا أيضا بلدان مختلفة. هو فكرة التنمية عن طريق القروض هي، ومع القروض يكون في شروط وأشياء معينة اللي تساعد على التنمية. أحياناً ظاهره فيه الرحمة وباطنه فيه العذاب، هذا ما بيختلفوش لأنه هذا في نفوس إنسانية. بس الفكرة هي نشأت في البنك الدولي لما عملوا مشروع مارشال وراحوا لأوروبا وعملوا تنمية حقيقية وكلها. عندما إجت للمنطقة العربية كانت فعلاً بالفلسفة المختلفة، وهي كيف أن نطبق هذه المشاريع، وأن المساهمين في البنك هم الدول الرأسمالية وأصحاب النفوذ. مؤخراً إجوا الدول العربية أيضاً بالتمويل، ولكن فقط بتقديم الأموال، ما كان لهوش صوت ولا تأثير، وهم غير قادرين على ذلك، فما كانش في فائدة يعني أيضاً من مساهمتهم. عندما نتكلم كان في المشاريع وعادة سواء البنك الدولي أو الصندوق العربي أو الصندوق الكويتي، كان في شيء اسمه فلسفة المشروع كيف تطبقه. أنا بدي أنتقل من الماكرو الاقتصادي وكيف نخطط ونأخذ مثلا نبدأ باحتياجات، هذا ممكن أغطي عليها شوي من هذا. بس كان هو إنه المشروع أول شيء أنت بدك يكون هو مطلوب للبلد، ثاني تكون البلد معاه وبدها إياه وفي برنامجها التنموي، وبعدين انت يا توافق عليه يا ما توافقش عليه حتى يتم هذا. وكانت المشروع في بدايتها مشاريع أساسية للتنمية، مثلا مشاريع مياه، مشاريع مجاري، مشاريع كهرباء، وكلها هذه يعني ما في شك يعني بغض النظر عن أي مصالح أي أشياء هامة، وتحقق الكثير الكثير فيها. يعني ما في البنك الدولي والصندوق العربي عملوا دور كبير. بس لما تيجي للبنك الدولي انت هو بمثل ايضا الدول المتقدمه، عاوزين يعطوا قروض لهذه البلاد وياخذوا دخل، وايضا يوجهوا في سياساتهم على ما هم بيحبوه كيف عاوزين المجتمع، ولهم فلسفيات ونظريات قد تمشي مع متطلبات هذا الشعوب وقد تتعارض معها الى اخره. وايضا يعني بدنا نقول لما نيجي ايضا الشعوب المنفذين، المنفذين عندنا في مشاكل كبيرة أيضا. فالبلدان عندك موظفين بعضهم مش في المكان المناسب، ما بفهموش لا التنمية ولا المشاريع ومعطلين إلى آخره، والقليل اللي بيكونوا يعني فاهمين وقادرين يمكن ما عندهم السلطة إنه ينفذ إلى آخره. بس لكن كان تحقيق هناك أشياء، في أشياء في رأيي أنا انحرفت وأضرت بالآخر. صار في قضايا الخصخصة اللي بسموها، قضايا الخصخصة معناته أنك أنت تنقل المشاريع والأشياء الرئيسية زي شركات كهربائية إلى آخره من القطاع العام اللي تشرف عليه الدولة إلى القطاع الخاص. وللأسف مع وجود الكوربشن خلينا نقول في غالبية البلدان، صار يصير إيه أنه هذه الشركات تحول أو تباع بأسعار زهيدة لناس مستفيدين لهم علاقة بالمتسلطين وأصحاب السلطة وإلى آخره. فعملية يعني العملية النتنة هي في المجتمعات مرات، مش الأشخاص بتحكي بالأنظمة، يعني خلينا نقول هذه هي اللي من أهم معيقات التنمية. وعلى كل حال بالنسبة للتنمية في شيء أساسي كما تفضل الدكتور نصر، إنه الإنسان هو الوسيلة وهو أيضا الهدف. فأنت لما بدك تعمل تنمية ما بتقدر تعملها بالمال، يقول عندنا أموال، يقول عندنا أرض زراعية كبيرة، يقول أنا بدك تقول جمع هذه العناصر بتناسق بينها وبين خطة الدولة في التنمية، بينها وبين متطلبات الناس، بينها وبين الفلسفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. كل هاي الأشياء يجب أن تكون في المشاريع. يعني أريد فقط على التوضيح أن أضرب بعض الأمثلة. ما فائدة أنك تعمل طريق وهذا حصل في شمال أفريقيا العربي من أول لآخره، وبعدين كل البلدان تتحارب مع بعضهم ما تنقل أي شيء عليه إلا إذا استعملته للمناوشات والحروب من الشيء. هاي هي مشكلتنا الكبرى. أريد أن أضرب مثل، يعني أنا الآن نختم في هذا المثل أستاذ وليد، نختم بهذا المثل اللي حتقوله الآن.
طيب بس بدي أقول أنا شيء واحد. أنا عندما أتيت إلى أمريكا بال90 91 كان في صديق اللي بيشتغل معي في الصندوق العربي. ذهب بعدين هو إلى البنك الدولي، عمل رحلة للمعاكسة اللي عملتها وأعطوه الصين وأعطوه الهايويز يعني المشاريع والهذا. لما سألته شو هذا قال لي أنا كنت أحضر الاجتماعات مع الصينيين اللي بدهم يبنوا الهايويز، اللي عندهم هلأ هايويز أكثر من كل الدنيا أكثر من هنا، نفكرهم مش فاهمين، نعمل لهم برنامج بعد سنة عشان نرجع نشوفه. كان في البنك الدولي وأمريكا وكل شيء النماذج اللي هذا، نهزوا رأسهم ونرجع يبعثوا لنا بعد 6 أشهر إنهم خلصوا وعاوزين يشتغلوا تاني. وهذه هي الفرق. يعني طبعا في للأمور تفاصيل، ولكن المجتمعات لا تنهض إلا بأنه يكون في لها ناس مسؤولين عنها واضحين، ويكون في عندها فلسفة للتنمية وحب إلها. وهذا يعني باختصار رأيي يعني. شكرا لك يا أستاذ وليد كيلاني من تكساس. والآن نسمع من الأستاذ عدنان برجي من بيروت، وأيضا بعدين من الأستاذ دكتور علي زيدان أيضا من بيروت. وأرجو تكون تعليقات سريعة من الجميع، سنسمع أيضا من دكتور نصر على ما هو سيسمعه من التعليقات. تفضل يا أستاذ عدنان برجي. مساء الخير للجميع. اسمح لي بشكر كبير للدكتور نصر على ما سمعته منه، حقيقة يعني استفدت كثيرا. وأيضا بدي أثني على اقتراح الأستاذ صبحي بضرورة العودة إلى هذه المحاضرة والاستماع إليها مرارا، لأنه حقيقة فيها أفكار كثيرة ممكن الاستفادة منها من أصغر المجتمع إلى الوضع العربي بشكل عام. أنا حقيقة بس يمكن في عندي نقاط صغيرة سوف أشير لها، أنه الدول نحن بمجملنا كدول عربية حاليا دول ضعيفة ومجتمعات ضعيفة، طبعا نسبة مختلفة، لكن ضمن هذه المجتمعات الضعيفة نحن نتمتع بنسبة متعلمين أعتقد جيدة ولا بأس بها. لذلك التركيز على موضوع التنمية المحلية هو فيما كانوا، لأنه لن نستطيع الاعتماد على الدولة المركزية لإعادة التنمية. المتعلمين إذا كانوا استطاعوا من خلال الأندية والنقابات والبلديات والجمعيات العمل بشكل تعاوني قادرين يعملوا تنمية محلية، هذه التنمية المحلية تتكامل مع بعضها البعض لتنتج تنمية كاملة، خصوصا وأنه الاعتماد على الخارج يعني فشل، تقليد الخارج الفشل، إضافة أنه الخارج دائما عم بيكون عم بيوجه التحدي لأنه ما عم بيكون عامل مساعد. وتفضل الدكتور نصر بأنه تجربتي محمد علي وجمال عبد الناصر ضروبي خارجيا مع مساعدات داخلية أحيانا، لكن السؤال الأبرز مواجهة الخارج ألا تحتاج إلى يعني الخروج من مفهوم الدولة القطرية إلى مفهوم الدولة الكونفدرالية العربية حتى يكون هناك نوع من التكامل بين الدول العربية من جهة، ويكون هناك من تسهيل حركة الاقتصاد العربي المشترك، لأنه صعب يعني إذا استمرينا بهذه النزاعات العربية القائمة حاليا وبغياب أي مواجهة مع الخارج، من الصعب أن نقدر نوصل بفترة متوسطة إلى تنمية دول مستدامة. ولابد بالنهاية من التخلي عن مفاهيم استعمارية كما تفضلت، هي مفاهيم سلبية وردت إلينا، وأعتقد من أبرزها هو الاستهلاك المفرط دون أن يكون هناك دراسة للتناسب بين الإمكانيات وبين الرغبات. وهذه مش كانت بالمجتمعات فقط وإنما عند الأفراد أنفسهم، نحن دخلت إلينا قيم حقيقة أثرت فينا سلبا واليوم عم نجدها بشكل واسع. شكرا لكم جميعا. شكرا لك يا أستاذ عدنان من بيروت. وقبل ما تابع حقيقة تعليقكم دكتور نصر على ما سمعه الأستاذ وليد كيلاني والأستاذ عدنان برجي، تفضل يا أستاذ. أنا فقط أنا تعلمت، أنا استفدت كل ما قيل، متفق معه تماما. يعني الأستاذ وليد وأستاذ عدنان قالوا كلام إضافة لما قيل، إضافة متميزة، وأنها تفعيل واقعي يعني
أفكار جيدة. فقط فكرة يعني برضو في إطار التفاعل والإضافة المتبادلة تكون فكرة التعاون العربي، يا حبذا لو تم حتى على مستوى الأقاليم العربية تتعاون معا، يعني قبل ما تكون على مستوى العالم العربي، لو كانت مثلا منطقة الخليج واليمن يكونوا نوع من التفاعل أكبر والتعاون أكبر والتوحد، كونفدرالية أوسع، ومصر والشام ومعها يعني السودان تستطيع أن تفعل شيء، وشمال إفريقيا تستطيع يفعل شيء. لو وصلنا إلى هذا، هذا حلم، والحقيقة أنه متطلبات الواقع تدفع لهذا، ويعني التحديات المفروضة تقود إلى هذا. يعني وننظر الآن تحدي مثلا الفعلية، تحدي الغاز والكهرباء في لبنان دفع للتعاون ما بين مصر والأردن وسوريا، وتحدي أيضا الطاقة في العراق دفع للتعاون بين مصر والأردن والعراق. فكل هذه ستؤدي في المستقبل لو وجدت إرادة، لأنه بدون هذا لن نستطيع فعل شيء. لكن أنا تعلمت واستفدت. تفضل أستاذ صبحي. أستاذ صبحي، أستاذ صبحي، أنا عم بتكلم، كنت والميكروفون عندي مقفل يا دكتور نصر. شغلت عليك. كنت عم بقفل الميكروفون عند الأستاذ عدنان، قفلته على نفسي. طيب، نسأل الدكتور علي زيدان من لبنان إذا كان عنده سؤال أو تعليق، وبعدين دكتور وجيه مندو من واشنطن، ودكتور عبد الناصر الخليل من واشنطن. تفضل يا دكتور علي. مرحبا للجميع. أنا الحقيقة تعلمت كثير من محاضرة الدكتور نصر، يعني ومش أول مرة نتعلم منه. لكن لفت نظري يعني هو غياب، إذا في غياب للمشروع الوطني، كيف ممكن نحقق تنمية شاملة؟ زي ما ذكر الدكتور مثل يعني الإصلاح الزراعي والتطوير الصناعي اللي قام فيه جمال عبد الناصر، إجا السادات ولغى يعني بكل بساطة. بنشوف حاليا الدور اللي عم تلعبه مصر، بدل ما يكون في نهج لتحقيق تنمية وطنية فعليا، عم بتسوق للغاز الصهيوني، للغاز الإسرائيلي. صار في يعني بنشوف هاي ضد المصالح الوطنية لشعوبنا العربية. النقطة الثانية، عجبني المصطلح المنحوت جلوكال، يعني العولمة المحلية. يعني بس المثل اللي ذكرته انه مثلا عن قطاع غزة كقطاع معزول في ظل الاحتلال، كيف يمكن تحقيق تنمية بمكان معزول مثل هيك؟ انا بعتقد هذا المثل لا ينطبق على قطاع غزة بالذات. يعني شكرا. شكرا لك يا دكتور علي. تفضل يا دكتور نصر، ونرجع ناخذ بقية التعليقات. تفضل. لا، هو فقط طبعا فكرة يعني دكتور علي، فكرة الغياب المشروع الوطني دي هو الذي يحول دون ظهور طبقة أو ظهور نخبة تحمل هذا المشروع. وإنما المؤسف مثلا على سبيل المثال أنه الذي حدث مع التجربة الناصرية، أنه التحطيم تم من الداخل نفس النخبة الضباط الأحرار، يعني الذين أعانوا السادات على ما سماها ثورة التصحيح في مايو 71 هم نفس الفريق. فالقصد أنه لم تتشكل نخبة تحمل هذا المشروع، المشروع هو فكرة وحامل لهذه الفكرة. موضوع مصر والغاز حقيقة، يعني لو تسمحوا لي، طبعا احنا الآن نتكلم في سياق عام، هذه رؤية استراتيجية على مستوى الجهاز الأمن القومي الأعلى، وليست قضية تطبيع أو غير تطبيع، هي قضية أعمق وأكبر من هذا. يعني هم عندهم رؤية، ممكن تكون رؤيتهم خطأ، لكن هو بيعملها بقصد الـ يعني وضع ما يراه عدو، لأنه إلى الآن هذه الأجهزة تصنف إسرائيل هو اللي هي العدو الأساسي لها بغض النظر. وأظن أن النموذج المصري في التطبيع مع إسرائيل يختلف عن باقي الدول العربية. وهذه رؤية قدمت منذ زمن، حتى قدمت من أيام، هذه رؤية موجودة، ممكن نتفق أو نختلف معها،
وهي فكرة التحكم بطريقة ما. موضوع غزة أنا أقوله في سياق يعني إحنا تعدد الوسائل، أنا إذا أنا ممكن يفنى أعمارنا ولا نجد أي تغيير في الواقع العربي فيما يتعلق بغزة، بس على الأقل أن تحدث تغييرا داخليا ممكن يؤدي على مستوى بعيد إلى تغيير من نوع آخر. فده كان قصدي فيه، أنه هو ليس بديلا أو ليس وسيلة للتحرير، لكن أنا مشاكر جدا لإشارة النقطتين، يعني نقاط مهمة جدا تحتاج إلى إعادة تفكير. شكرا دكتور نصر. هسأل مرة تانية أنه يفتحوا الميكروفون عندهم دكتور وجيه مندو ودكتور عبد الناصر. دكتور وجيه تفضل، وبعدين نسمع دكتور عبد الناصر، وعندي الأستاذ جرجس والأستاذ عدنان خليل. تفضل دكتور وجيه. شكرا أخ صبحي، وشكرا للدكتور نصر. الحقيقة كان عرضه ممتاز والنصائح اللي قدمها مفيدة جدا، وأنا بشكره عليها لأنه أنا كتير استفدت من عرضه. عندي سؤال واحد يا دكتور نصر، كيف ترى مستقبل التنمية في الوطن العربي في الأوضاع الراهنة التي نحن فيها على المستقبل القريب والمتوسط؟ وشكرا. شكرا دكتور وجيه. دكتور عبد الناصر الخليل، قبل ما ننتقل أيضا الأستاذ جرجس، تفضل دكتور عبد الناصر. شكرا أستاذ صبحي، وشكرا للدكتور نصر. الحقيقة في عنصر كنت أتمنى أن يعرج عليه الدكتور نصر، وهو التفاعل السياسي مع الاقتصاد. طبعا بشكل نموذجي كلما صغرت الحكومة وازداد النشاط المجتمعي في إدارة أعماله، يعني نكون أقرب إلى الحالة النموذجية، لكن بظل ضغوط خارجية يتعاظم دور الحكومة تلقائيا كجهة ناظمة وجهة حارسة وجهة رقابية وجهة تعمل على صيانة وحدة يعني أراضي التي ينشط عليها هذا المجتمع. فيعني في الحالة العربية خليني أقول في ظرف خاص لابد أن يجد تأثيره وإنعكاساته على قدرة المجتمع في النشاط والنهوض التنموي الاقتصادي في 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 تلك الدول. أرجو أن يعني يشير الدكتور صبحي لهذا، الدكتور نصر لهذا الموضوع ولو بتعليق بسيط. شكرا. شكرا لك دكتور عبد الناصر. أتمنى على الدكتور نصر إنه يأخذ نوت، لأنه عندي كم اسم حياخذ أيضا منه. نعم، أنا بسجل كل شيء سيد، بسجل كل شيء. الله يبارك فيك، وأنا ما عندي شك أنت في عز الشباب وذاكرتك قوية حتتذكر كل ما يقولون. طيب خلينا بخمسة. الله يسلمك أستاذ جرجس، بعدين الأستاذ عدنان خليل، بعدين الأستاذة بسمة، وبعدين الدكتورة أميرة. طيب هبدأ معك أستاذ جرجس، تفضل. شكرا للدكتور نصر والجميع. الدكتور نصر الحقيقة يعني لخص نظرية التنمية، بس اللي عايز أسأله إن لو بنظرة حيادية تجريدية كده نشوف تطبيق النظرية بتاعت الدكتور نصر على ما يجري في مصر الآن. يعني دلوقتي في المصانع بتنشأ في كل أرجاء مصر، وبخاصة الصعيد اللي هو كان منسي، اللي الدكتور نصر كان بيأكد إن لازم التنمية تكون يعني منتظمة في كل أنحاء. ففي يعني دلوقتي أهمية كبيرة للتنمية في سيناء، في الصعيد، في أجواء كتيرة في الصحراء، بالإضافة إلى المبادرة بتاعت حياة كريمة اللي هي بتخش في كل القرى وبتعمل. طبعاً التنمية كانت متأخرة جداً ومش هتحصل في جاست في يومين ولا سنتين، لازم الواحد يصبر عليها عشان نشوف النتيجة بتاعتها. فمن ناحية التعليم كمان، التعليم في نهضة كبيرة في التعليم العام. طبعا الأزهري ده حاجة تانية، ده مشكلة تانية، لكن التعليم العام فيه التابلت دلوقتي في كل مراحل التعليم اللي هي بتعمل ديجيتال تعليم رقمي عشان النهوض الحقيقي للتعليم.
ففي تنمية حسب ما البرنامج اللي كان بيقول عليه الدكتور نصر منتشر في مصر بس، والتعاون الإقليمي والدولي كل النقط اللي اتكلم عليها الدكتور نصر بتتنفذ دلوقتي حرفيا في مصر إلى حد كبير. فهل نتوقع أن هتتضرب التجربة دي زي ما ضربت تجربة محمد علي وعبد الناصر؟ وهل مشكلة سد النهضة أو اليمن أو ليبيا دي تمهيد لضرب التجربة دي وربنا يستر؟ طيب يا ربنا يستر وربنا يسهل كمان. طيب ناخد الأستاذ عدنان خليل. أستاذ عدنان تفضل، بعدين الأستاذة بسمة من بيروت. تفضل أستاذ. شكرا، كان جدا مفيد ومهم المحاضرة التي سمعناها. كان سؤالي، هناك هو عميقة ما بين الدول العربية والدول المتقدمة التي تقدمها باختصار في كثير من الأحيان لا يسمح للدول النامية في النمو. الجمال عبد الناصر استند، ساعده الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت إذا كان في قامة المشاريع الضخمة مثل الصلب والحديد ومثل السد العالي وغيرها. لابد لهذه الدول أن تستند إلى معطيات من الدول التي سبقت بأشواط طويلة، ومجرد ما راح الاتحاد السوفيتي كانت صناديق الصندوق الدولي والبنك الدولي وهذول دخلوا إلى الدول النامية زي الدول العربية، وكانت هذه الدول ضعيفة ودخلت في علاقات بصدر مفتوح مما أدى إلى استغلالها. سؤالي للدكتور هو، أين تجد هذه الدول التحالفات المفيدة خارجيا؟ إذا كان العامل الداخلي جيد فالعامل الخارجي وين بده يكون؟ وين التحالف وكيف يكون لصالح التنمية؟ شكرا لك يا أستاذ عبدنا. ذكرني أنت بنيوجيرسي معك صحيح؟ أنا في نيوجيرسي، محرر جريدة الحوادث العرب أمريكا. أهلا فيك يا أستاذ عبدنا، شكرا لك. طيب ناخذ الأستاذة بسمة كحيل من بيروت، وبعدين دكتور أمير عرفات من واشنطن. تفضل أستاذة بسمة، تفتح الميكروفون عندك إذا أمكن. مساء الخير. مساء الخير. أود أن أشير أولا إلى تعاطفي الكبير مع أهل الصعيد، لأنه من خلال زياراتي المتعددة لهذه المناطق كنت أشعر بأن الحس القومي عند أهل الصعيد عالي جدا، وحبهم للعرب أيضا عميق، وتأثرهم بالهم العربي كبير رغم وضعهم الاجتماعي الصعب الذي يعيشونه. شكرا دكتور نصر على هذه المحاضرة. عفوا يا فندم، ألف شكر على كلماتك الطيبة، شكرا. وأود أن أسأل هذا السؤال في ظل تبعية الأنظمة العربية حاليا للخارج الاستعماري، وفي ظل غياب الديمقراطية في المجتمعات العربية، وفي ظل التدخل السلطوي في كل المؤسسات الاقتصادية أو النقابات أو محور التعليم الذي تحدثت عنهم، وفي ظل غياب التضامن العربي والتكامل العربي، وفي ظل الانقسامات الطائفية والمذهبية والعرقية التي يعيشها المجتمعات أو المجتمع العربي ككل، يعني هل ترى هناك إمكانية لقيام هذه التنمية التي تحدثت عنها وبشكل جميل جدا يعني؟ شكرا لك يا أستاذة بسمة، وحنختم إذا كان الأستاذ مفتاح الطيار عنده كان سؤال أو تعليق، مش عارف إذا تفتح الميكروفون. حنختم مع الدكتورة أميرة عرفات، لنعود للدكتور نصر وتعليقات ختامية منه على كل ما سمعوا الآن. أستاذ مفتاح هتكون معنا ولا لا؟ بدي أعرف بس لأنه ما بيفتح الميكروفون عندك. طيب كلمة لك يا دكتورة أميرة، تفضلي. شكرا للدكتور نصر، يعني حديثك كان مفيد جدا وممتع بنفس الوقت. فإن كان لدينا
في إحدى الدول العربية حكومة ضعيفة ومجتمع ضعيف أيضا، فنقرأ السلام عليها. كيف ماذا نعمل عندما تكون الحكومة ضعيفة في الثقافة، ضعيفة في الثقافة السياسية، وذات عشق للسيطرة وجمع المال على حساب الشعب والمجتمع، والمجتمع ضعيف لأن التعليم تراجع بشكل مؤسف، وانتعشت بينهم، انتعشوا بالطائفية والمذهبية بشكل مرعب، فلا أجد مكان للتنمية، وهذا شيء مؤلم بالنسبة لي. شكرا. شكرا لك دكتورة أميرة. والآن نعود للدكتور مصر مع الأمل أنه يعمل كل ما عنده من الآن تعليقات في حدود حد أقصى 10 دقائق إذا ممكن. كلمة لك يا دكتور مصر. يعني دكتور وجيه، المستقبل التنمية في الوطن العربي حقيقة أنا في هذه الأمور ما يعني عندي درجة عالية جدا من التفاؤل والثقة. العالم العربي يتحرك على مسارات ومحاور مختلفة، بعضها قد نراه الآن في صورة يعني ليست إيجابية كما نتوقع، لكن يتضمن داخله مفاعيل تؤدي إلى درجة عالية من الإيجابية. مثلا على سبيل المثال التطور الحادث في المملكة العربية السعودية الآن، من أهم مفاعيله أنه تخفيف انتشار التيارات السلفية في العالم العربي، ده أهم مفاعيله على الأقل. ففي أشياء ممكن إحنا نراها بسيطة لكن في مفاعيل لها هائلة وامتدادات هائلة. فأنا على مستوي الشخصي أشعر أن هناك تطور أو هناك إمكانية للتطور، ولكن الجزء هذا ما سنعود إليه في الأسئلة القادمة. التحدي الأكبر في العالم العربي هو دور المثقفين. المثقفين خلينا نستعير بعض المفاهيم الماركسية، يعني مفهوم الطليعة الفكرية أو الطلائع المجتمع. الطبقة الثقافية فقدت دورها في العالم العربي، لم تعد هي المرشد والذي يقدم أفكار ويمس الربان للسفينة ويهدي الشباب إلى تيارات معينة أو إلى توجهات معينة. الذي يحدث على المستوى الواقعي في كثير من الدول العربية في درجات أعلى من الحراك ومن التغيير ومن الأمل مما نراه إذا حيدنا حتى بعض الخلافات السياسية الحالية. لكن على مستوى التغير الاجتماعي هناك درجة عالية جدا من التطور. دكتور عبد الناصر، حقيقة نعم، هو ولا يمكن على الإطلاق الفصل ما بين السياسة والاقتصاد. الدولة في تفاعلات الدولة كحارسة ولا كموجهة ولا كمتدخلة ومسيطرة لا نقاش فيها، ولكن هناك وسائل في كل دولة عربية لتقوية أو لتحقيق الهدف، والهدف هو إعطاء قدرات وإمكانيات للمجتمع والتركيز على المجتمع بحيث يكون المجتمع أولاً الاعتماد عليه أكثر. وهناك مساحات واسعة جداً للوصول إلى هذا بدون التصادم مع الدولة، متاحة في كل الدول العربية لتفعيل المجتمع. يعني فكرة التفعيل هنا فكرة ممكنة وليست مستحيلة. يعني أحد أساتذتنا الأكارم تفضل بي فكرة التركيز على المحليات، يعني فكرة مهمة جدا إذا استطعنا الوصول إليها. الأستاذ جرجس، أنا لسه راجع من مصر من أقل من شهر، وشاءت الأقدار أنه كان أحد صديق عمري دكتور هاني رسلان اللي كان خبير كبير في الأهرام توفي وهو حما بنتي وصديق العمر هو، فأنا نزلت حتى أخذت مصر من قنا إلى سوهاج إلى القاهرة، فمشيت في الطرق وفي الشوارع وفي ما يحدث في مصر الآن شيء مذهل. قرى مثلا قرية على مسافة 500 كيلو جنوب القاهرة دخلت فيها المجاري ودخل فيها الغاز الطبيعي مثلا للبيوت. فما يحدث في مصر الآن شيء مذهل لا نقاش. يعني يكاد يكون ما يقوم به السيسي هو أنه جمع بعض عناصر ما قام به محمد علي وما قام به عبد الناصر الاثنين. محمد علي في البنية التحتية المهمة جدا في إعادة هيكلة نظم الري والبنية التحتية في القرى وفي الأرياف،
والبعد الاجتماعي، لكن الذي يحدث يحدث على مستوى الواقع، ولا توجد النخبة المثقفة أو الإعلام القادر على أن يعكس ما يحدث للمجتمع وللخارج. عبد الناصر كان عنده كان يتم الاتصال بعبد الرحمن الأبنودي، يأتي من قنا من أبنود في قنا على مسافة مثلاً 700-800 كيلو من القاهرة لتأليف أغنية معينة أو لعمل أوبريت معين يكتبه في القطار. ما يحدث في مصر الآن جهاز إعلامي فاشل متخلف ضعيف مزعج ينتمي إلى عصر آخر ويخاطب بعقلية أدنى بكثير مما يستطيع العقل البشري أن يحتمل أو يحترم. فما يقوم به ما تقوم به الدولة من إنجازات في الواقع لا يوجد من يعكسه على المستوى الوعي، صناعة الوعي، صناعة مشروع وطني أو مشروع قومي بمعنى عام لا يوجد. هل هذا المشروع سيضرب؟ أنا لا أظن أنه سيترك. موضوع سد النهضة موضوع معقد جدا ومزعج جدا، لكن ما زالت إلى الآن القيادة المصرية لا تريد المواجهة وتدرك أنه، لكن هناك في مخاطر أخرى، وهو أنه الوعي الشعب العام لما تنزل الناس يقول لك احنا مش عايزين كباري ولا جسور ولا عاوزين ترع ولا احنا عاوزين ناكل، يعني منتظر الدولة توزع عليهم الفلوس ياكلوا به. فما زال انت تريد، انا حضرت الايام اللي كان فيها في 67 كان يأتي قطار الخير يمر في القرى، كان الفلاح يأتي بخمسة كيلو من القمح او الذرة او ثلاثة كيلو، هو ما عنده شيء يحطهم في كيس ويمشي خمسة ستة كيلو مشى كيلو متر هنا هناك كيلو جرام يعني عشان يحطهم في القطار للتبرع لمصر. لما قيل مثلا عبد الناصر قال في الصعيد مثلا على سبيل المثال انه اللي يحمل منشآت العامة يعتبر سلاحه مرخصا ولا يحاكم عليه، انا عشت في هذا الزمن حين كان لا يبقى في القرية عندنا رجل في البيوت، كان الجميع يخرج بالأسلحة لحماية المنشآت العامة وكلها أسلحة غير مرخصة طبعا. فالقصد انك لا انك في تغيير وفي نشاط على مستوى مصر، لكن لا يوجد فكرة المشروع بالمعنى الثقافي الفكري الذي يشكل وعي عام يلتف حول هذا المشروع، ودي المعضلة التي تواجه مصر. أستاذ عدنان فعلا هناك يعني هو كبيرة بين الدول العربية والدول اللي ممكن تساعدها. الحقيقة اللي أنا أعرفها حتى على مستوى العلاقات اللي أعرفها هنا أنه لدينا الآن فرصة مهمة جدا للعودة للتفاعل مع القوتين الأساسيتين اللي يزعجوا العالم الغربي الآن، روسيا والصين، والصين أكثر، وهناك إمكانية هائلة للتعاطي وللتفاعل، والصين عندها رغبة في تقديم أكبر قدر من الدعم، يعني بيبحثوا عن أي حد عاوز معونات ولا استثمارات ولا كذا. طبعا ليست لديها مشروع بالمعنى الاستعمار الغربي، إنما لديها مشروع بالمعنى الاقتصادي وتصور معين للعلاقات، لكن هي فكرة التحالفات مهمة، ولكن مهمة في إطار صيغة أخرى. بالمناسبة عبد الناصر لم يعتمد، يعني اعتمد حقيقة على الاتحاد السوفيتي، لكن الذي يجب أن يذكره التاريخ أن الاتحاد السوفيتي سقط في مصر، وليست مصر سقطت بالاتحاد بسبب تخلي الاتحاد السوفيتي عنها. يعني السادات هو الذي أسقط الاتحاد السوفيتي من بعد أن اتخذ قرار طرد الخبراء الروس 72، تحولت معظم دول العالم الثالث في إفريقيا خصوصا من السلاح الروسي إلى السلاح الأمريكي، وهذا حدث بعد مقام السادات بهذه الخطوة. فالذي أفشل الاتحاد السوفيتي هو تخلي مصر عن التعاون أو العلاقة الخاصة به، واللي يرصد تطور الصناعات العسكرية الروسية بعد طرد الخبراء الروس وتحول السادات من تسليح المصري من خلال المنظومة الشرقية الاتحاد السوفيتي والدول التابعة له في حلف فارس إلى التسليح الأمريكي، تحولت بعد ذلك معظم الدول الإفريقية والدول العربية في هذا الاتجاه. والذي حدث الآن مع السيسي، عندما تحول السيسي إلى التسليح الروسي تحولت كثير من الدول العربية إلى التسليح الروسي في الفترة الحالية. فإحنا أيضا لسنا يعني العلاقة فيها هاتف، فنستطيع أن نصنع هذه العلاقة مرة أخرى مع روسيا ومع الصين. الأستاذة بسمة، في يعني في ظل كل هذه المشاكل اللي نعيشها، تبعية وغياب ديمقراطية وسلطة وتدخل،
هل هناك إمكانية قيام التنمية؟ نعم هناك إمكانية، وكما قلنا إنه لو بدأنا بالإنسان والمجتمع ستحدث الإمكانية. والآن الوصول للإنسان سهل جدا إذا ما وجد نخبة مثقفة تعرف مسؤولية المثقف، تعرف مسؤولية المثقف. الكلام كتبوا علي شريعتي واللي كتبوا مالك بن نبي عن دور ورسالة المثقف كلام خطير جدا، وأنطونيو غرامشي كتب أيضا قبلهم وكتب كثيرون. الفكرة المثقف، إحنا لا يوجد في العالم العربي مثقف بالمعنى المثقف العضوي القادر على تفعيل وتحريك الجماهير. ونأخذ أمثلة معينة، الدراما والأغاني، نحن في كارثة. لما الإنسان لما يسمع ما يزاع من أغاني في مختلف مناطق العالم العربي ودراما يجدها أشياء مرعبة، أشياء مدمرة لا علاقة لها لا بمشروع تنمية ولا بمشروع وطني ولا بمشروع قومي. فإذا ما تحركت المثقفون يستطيعوا أنه في ظل كل هذه لدينا مثل خطير جدا. عندما دخل المغول بغداد 656 هجرية 1258 ميلادي هزموا الدولة وكسروها، ولم تكن كانت الدولة فاشلة والنخبة السياسية فاشلة، لكن سريعا ما تحول المغول وتم تغييرهم وتم إدماجهم في المجتمعات العربية المسلمة. فالمجتمعات فيها كوامن من القوة أعلى كثيرا مما تخيل، بس تحتاج من يفعلها. الأستاذة الدكتورة أميرة، أنا أسف الدكتورة أميرة، آخر موضوع طبعا الإشارة هنا أنا أظن أنها تشير إلى الدولة العربية التي تجرح قلوبنا جميعا وتمزقها وهي العراق. أنه بعد كل هذا الآن مستوى التعليم بعد ما كانت الأمية صفر، الآن درجة معقدة جدا من الأمية الثقافية والأمية الكتابية والأمية كذا، لكن في نفس الوقت هناك أمل. يعني أنا فقط مش هكون لست مسيسا ولا أنتمي لحزب ولا لشيء، لكن ما قام به الكاظمي في فترة وجيزة من تحريك للمجتمع وتفعيل له، ما تحرك به الشباب في ثورة تشرين يثبت أن هناك كوامن في المجتمع، وهذه الكوامن قوية جدا وستزداد، ولكنها تحتاج أيضا، سنعود مرة أخرى لدور المثقف. وشكرا. بارك الله فيك يا دكتور نصر، حديث ممتع يعني في كل ما قلته، وأمل إن شاء الله نستفيد مما عندك دائما يعني، وأن تكون معنا في ندوات قادم. أنت إنسان عزيز ومفكر وينطبق، ربنا يبارك فيك، الله يحفظك، على تعبير المثقف الملتزم بقضايا وطن وأنتو يعني. ربنا يبارك فيك. إن شاء الله نحن عندنا يوم الاثنين أمسي الساعة 8 مساء بتوقيت واشنطن، أكيد حيكون صعب على من هم في المنطقة العربية يتابعوها، لكن أنا عندي 1:30 فجرا الآن. يعني لما تفيق صباحا يوم الاثنين تستيقظ صباحا أو يوم الثلاثاء بكون أنا عم نعمل الندوة. عندنا ندوة الساعة 8 مساء بتوقيت واشنطن يوم الاثنين مع الدكتور فيليب سالم، هو معروف يعني باختصاصه في مرض معالجة مرض السرطان. هي حتكون الندوة بمناسبة يوم السرطان العالمي، وحيكون الموضوع يوم الاثنين الساعة 8 مساء عن كورونا والسرطان وكيفية التحدي مع العلم الذي أشار له الدكتور نصر في كلامه عن، والأستاذ وليد كيلاني حتى، عن التطور اللي عم يحدث واللي بيجعل حتى هذه الأمراض المستعصية إنه يمكن حلها، فكيف بأمراضنا المجتمعية والإنسانية التي أشار لها بالتفصيل الأستاذ نصر. وإن شاء الله ندوتنا أيضا القادم العام، الندوة العامة يوم الجمعة القادم، فأمل إن شاء الله أن تكونوا معنا يوم الاثنين الساعة 8 مساء ويوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر في توقيت واشنطن، وتصبحون على خير من أنتم في المنطقة العربية. وشكرا جزيلا لك يا دكتور. شكرا جزيلا، شكرا للجميع، ألف شكر، شكرا جزيلا، مع السلامة. بارك الله، مع السلامة.